بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس 23. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة مرتب على كون الحج مبرورا، وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه: أحدهما الإتيان فيه بأعمال البر، ومنه الإحسان إلى الناس بالبر والصلة وحسن الخلق. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر قال: حسن الخلق. وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرا، بحيث يعامل الناس بالإحسان بالقول والفعل، سواء كانوا من رفقته في السفر أو من سائر الحجاج الذين يلتقي بهم في الحج والمشاعر. وقد قيل: إنما سمي السفر سفرا لإسفاره عن أخلاق الرجال. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: وما بر الحج يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وسئل سعيد بن جبير رحمه الله: أي الحاج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف لسانه. وفي مراسيل خالد بن معدان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصنع من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاث: ورع يحجزه عما حرم الله، وحلم يضبط به جهله، وحسن صحابة لمن يصحب، وإلا فلا حاجة لله بحجه. فهذه الثلاثة يحتاج إليها في الأسفار، خصوصا في سفر الحج، فمن كملها فقد كمل حجه. وفي الجملة: فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله المتقين بذلك فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومن أعظم أنواع البر في الحج كثرة ذكر الله تعالى فيه، وقد أمر الله تعالى بذكره في إقامة مناسك الحج مرة بعد أخرى، خصوصا في حال الإحرام بالتلبية والتكبير. فما تزود حاج ولا غيره أفضل من زاد التقوى، فإن التقوى تجمع خصال الخير كلها. ويجب على الحاج أن يخلص النية لله في حجه، لئلا يقصد به رياء ولا سمعة ولا طمعا من مطامع الدنيا. قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وإتمام الحج الإتيان بمناسكه على الوجه المشروع، وقوله لله يعني بذلك إخلاص النية فيه لله وحده، وتخليص أفعاله من الشرك الأكبر والأصغر، فلا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا فخر ولا خيلاء ولا مباهاة، ويتواضع في حجه. قد حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة ما تساوي 4 دراهم، وقال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وينبغي للحاج أن يصبر على المشقة ولا يرفه نفسه في الحج، فإن بعض الناس في هذا الزمان يكثر من الأبهة وأخذ الكماليات الكثيرة من السيارات والأثاث والخيام التي يضايق بها الحجاج. وبعض الناس لا ينزل في منى أيام التشريق مع تمكنه من ذلك، وإنما ينزل في شقق مفروشة ومبردة خارج منى، وقد يحتج بأنه لم يجد مكانا في منى.
والواجب على الحاج أن يبحث عن مكان ينزل فيه من منى، فإن لم يجد بعد البحث فإنه ينزل قريبا منها مع الحجاج، ولا ينصب خيامه بعيدا عنها، بل ينصب خيامه مع الحجاج مهما أمكنه القرب من منى، لأن هذا منتهى استطاعته، قد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى الحاج قبل أن يسافر للحج أن يكتب ماله وما عليه من الديون، ويبين ما عنده من الودائع والأمانات، حتى لو قدر أن يجري عليه شيء في سفره من موت أو عائق يمنعه من الرجوع إلى وطنه، فإنه يكون قد وثق هذه الحقوق وبينها، فيضمن بذلك وصولها إلى أهلها وتبرأ ذمته منها. فاتقوا الله أيها المسلمون، أيها الحجاج، استعدوا للحج بما يليق به، وأدوه على الوجه المشروع، وأكملوا مناسكه، وأخلصوا النية فيه لله مع الخشوع والسكينة والتواضع فيه لله، والإحسان إلى إخوانكم الحجاج، وعدم أذيتهم ومضايقتهم، واصبروا على مشاقه وما ينالكم فيه من التعب، فإنه من الجهاد، والجهاد لا بد فيه من مشقة وتعب. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.